انا عم شي اول سياره بس بلق شغل رباعي تفتح سياره على اليمين سياره على اليسار بس لا تنشف الارض لنشوف الارض لقدام ناشفه ماشي حود ماشي يلا حيو الله حياك موسى السمع المعارك الأولانية بكفي وهي المعركة اللي مع الأميركي بكفي منا من كل قلبي ما حدا يعلم علينا ماشي؟ ما عارش يعلم علينا أنا قوات حصن الوطن هذه المناطق وين كانت قاعدة فيها داعش هلا جينا عم نعمل عملية تمشيط أي أثر إلها أو حركة يعني اللي مثبت فيها أو شيء إذا لهم حركة أو نسوي لهم فيها مثل الكبير I'm
طيارة إسرائيلية. والله جيتك حجي. هاي خط إمداد لبومز. فكرة لما تقوم بتقوية نأمن إشارة إشارة للمرضى كلها بعض. الواحد كان خفيف يطلع معه. حامد ايش حيتوا دير بالك تحمل جبل الغراب من جبل الغراب تقطيل عند العلياني تقريبا رامض العلياني تقريبا بأمر قصة أبجون كيف من بابون احنا هون جبل الغراب وإن شاء الله هون احنا جايين طالع أرض الدواعش بإذن الله ونعيد الأمن والأمان للبلد.